مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج الأكارم. ننطلق في ليلة جميلة رائعة مميزة. اليوم ما شاء الله تبارك الله كالعادة سكر زيادة، نحقق الريادة ونعطي الإفادة ونأخذ الإشادة في المباشر والإعادة. يا مرحبا بجمهورنا، يا مرحبا باللي كلهم سعادة وبشاشة، يا مرحبا باللي جالسين قدام الشاشة، يا مرحبا بكم، الله يسعدكم ويبارك فيكم ويوفقنا وإياكم ويجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. وكما تعودنا من الحصيني، لازم يطيح شيء، لازم يخرب شيء، لازم يكب شيء، ما نسلم أبد. واللي يبغى يشوف وش سوى قبل الحلقة يروح للسناب شوف وش سوى قبل الحلقة، شوف عشان تعرفون. مساك الله بخير محمد. هلا والله، الله يحيي ابوي. وراك اليوم شو مطيح يا ابوي اليوم؟ والله الجوال بس قصب علي ابو عبد المحسن. قصب اي والله. الجوال الحمد لله يستر عليه. ها؟ يقول استر عليه. استر عليه، ما في هنا ما في الا هواء مباشر. نعم. يقول اللي يجي معنا على الهواء المباشر. اي لابد مع الجمهور علومه يخاشر. نعم. وانا في محلهم واصير الناشر. ما شاء الله كفو عليهم. اليوم ما شاء الله تبارك الله يطل علينا نجوم تتلألأ. اليوم معنا الشاعر الجميل حبيبنا الغالي ناصر الضبيب ابو طلال. ما عليك زود، الله يطول. الله يسعدك ويبارك فيك ابو طلال. بعلمكم قصة صارت لي وانا يمكن 6 سنوات. لا تكبر يا ابو. لا هو توه أصغر مني بسنتين وبـ3 سنوات. فبعلمكم إياها إن شاء الله بعد شوي بإذن الله. حيا الله أبو طلال. الله يحييك ويبجيك ويطول لي عمرك. حياك الله وجمهورك وربعك كلهم. الله يبين وجهك. شاعر وراوي وصوت جميل. الله يعني ما شاء الله جامع الجمال كله. الله يرضى عليك. ما عليكم زود والحاضرين طالعوا. يا سلام. قالوا علمك بإذن الله ما يخيب. ما يخيب. وامورك تحلى وتطيب. يا سلام. لصار معك ناصر الضبيب. بيض الله وجهك. ما عليكم زود، الله يطول لي عمرك. طلال انا شهد لذاك الحبيب. انا شهد. ونعم ونعم وطلال. ايضا معنا ما شاء الله تبارك الله صالح البركاتي. يا جماعه الخير، صالح البركاتي ابو سيف اللي هرجته كمل كيف. فالرحب به اليوم معنا ضيف. الله يحييه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها عبق ولها جمال ولها روعة ولها رونق ولها يعني خيال يشد بل يسحب القلوب سحب ثم يزيدها إيمانا ورفعة. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قلوا آمين. لعل الله أن يجعل أحدكم مقبول الدعوة ثم نروح كلنا الفردوس الأعلى. آمين. والله أعمالنا لها بتأهلنا. لا لا الصدقين قال ما، لكن رحمة الرب الكريم سبحانه. نعم. فحي الله أبو سيف. الله يرضى عليك ويكرمك يا رب. اللهم آمين. ويجمعني وإياكم أن نحب في جنة عرضها السماوات. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا ربي يا الله يا كريم. محمد القحطاني أبو عبد الإله. الله يحييك. قال له بغيت الجمال في منتهى. قالوا لك ناه 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 وناظر حبيبك ابو عبد الاله. الله يجزاك. الله يسعدك ابو عبد الاله. الله يجزاك خير تبجرك. اي والله وسعدنا بك من هذه الليله بوجه الطيبه صراحه. بعينك ونحن كذلك. وانت حلاوه البرنامج صراحه يا ابو. حاول ايش؟ حلاوه البرنامج. بعينك حقيقه صراحه. ترى الحلاوه بعضها ضاره. لا فيه شيء ضار وفيه منافع بس يعني بس نص يعني الضار ونص. الله يسعدك. حلاوه عسل. العسل شافي ذاك الاول. حلاوه عسل ذيك الحلاوه العسل الاول ذيك اللي نعم اذكرها. حلاوه البقر ذي. لا لا هو مو البقر. لا كان في ها ايام الطيبين. ايه لا كيف شوفوا الطيبين في كل وقت. نعم لكن ايامنا الحلوه. ايوه تذكرونهم الشفاف الاصفر. ايوه هذيك مضبوط. وصلت تاكلها تعرف متى تصل للعسل ثم لا لانت شوي. ايوه ثم قضمتها قضمه. طلع على لا هاشتاج وين نلقاها في موجوده في الاسواق. موجوده في سوق الديره. القهوه عسل. اي في القهوه يا ابو عبد العزيز. انا القهوات القديمه الحلويات القديمه كلها في. نعم في عتيقه. نعم موجوده. شوفوا في قاعده لازم نفهمها كلنا. اذا تكلم واحد لا يتكلم الثاني. نعم ليه؟
شو السبب؟ عشان ما تختلط، ياخذ راحته في الكلام، لان الجمهور وده يسمع كل كلامكم، اذا تكلم اثنين ضيعناه. صح، فنحرص. بس انت عاد ابو حسين لك سنين في الاعلام. نعم صحيح. لازم ابشر لك دايم. لا لازم واحد يتكلم واحد واحد خلاص. اي بارك الله فيك. الله يسعدك. ما سويت شيء. الله يسعدك. ابو حاتم الغبيوي، يا مرحبا. يا مرحبا ويا مسهلا. الله يسلم. منشد وشاعر وملحن وراعي مسابقات. ما شاء الله. اذا بغيت مسابقات ولا شيء ما يحتاج يعني على طول. فاسال الله ان يسعدك في الدنيا وفي الاخره. ومن يقول والسامعين والمشاهدين. آمين. الله يمسيكم بالخير جميعا ويمسي هذا الوطن الغالي وعلى راس مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وكذلك جنودنا البواسل. المساء مغلف بالورد والياسمين لوالدتي الغالية أم مشعل والتي تشاهدنا من محافظة الدوادمي من هذا المنبر المبارك. فأقول الله يمسيك بالخير يا أم مشعل ونسعد مشاهدتها ومشاهدة المشاهدين. يا سلام يا سلام يا سلام. قال تبي الهرج اللي لا يمكن منه تزعل. نعم. اسمع الغالية أم مشعل. يا سلام يا سلام. الله أن يسعدها وأن يبارك فيها يمتعها بالصحة والعافية وأن يجعل سعادتها في دنياها وفي آخرتها يا ربي. وأبنائها وزوجها وذريتها ومن يسمعنا ومن يشاهدنا وجميع المسلمين. عاد زوجها مات الله يرحمه في قبره في دنيا وآخرتها. أنت قل آمين. آمين. أنا نسأل رب كريم سبحانه. إيه والله. إيه والله. والله أم حمد السلم عليكم. وهي مشد المتابعات للبرنامج. شو محمد؟ أم حمد في 7,000,000,000 واحدة أم محمد تابعنا. أم محمد هي كتبت أم حمد. لا لازم لازم أم محمد الكذا. وليش؟ أم محمد شويش أم محمد اللي مرسلت الحصين الحصيني لابد أم محمد الفلان عشان يعرف أنها أنت. نعم صحيح. في 2,000 واحدة أم محمد. إحنا نبي لروحتيها للبنيات وروحتيها للعيال والقروب اللي أنت فيه وتكتي المسائل. نعم. ولا يصير على ما قال أم حمد معروفة أنها هي مقصودها فلان. فلا لا أرسلوها ضروري ما نخليها. تحب البرنامج وتحب تقديمك أنت يا أبو عبد المحسن بالذات. الله يسعدك. قال 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 الجمال والروعة أين تعتمد؟ قال الله. لا تسأل عند أم حمد. أم حمد الله. حيا الله أبو شويش. الله يحييك أبو عبد العزيز. ما حد قدي اليوم يا أبو عبد العزيز. ها جنبي أبو عبد الإله. قل ما حد قدي. أي والله. أي خلي مشاهد الفجر كلهم يشوفونه ما شاء الله تبارك الله جنبي. يا سلام يا سلام. في ملاحظة أبو زهر خير أبو حاتم. رحب بوالدته. أنا برحب بوالدتي اللي هي أم حمد بس غير اللي يقول أبو. أي هو الآن ما يحتاج تتابعنا على يا سلام. ما شاء الله. يا سلام. هيا بنت محمد الشويش. ونعم قال محمد. قال تبي السعادة ولذة العيش. نعم. ناظر هيا بنت الشويش. يا سلام. الله يمسيك بالخير ويسعد يا محمد ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. آمين. ويسعد كل الشابات الكبيرات اللي يتابعونها الحين والشباب الكبار اللي يتابعونها الحين. أدري إن كل واحد منكم نقول اسمه. والله ودي أقول كل أسماءكم لكن أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعاً في الدنيا وفي الآخرة. آمين. اللهم آمين يا ربي. الله حيا الله أبو حسيني. هلا أبوي. الله حيا. الله حيا. الله يطول. الحين أنت أبو حسيني قبل ما أقدم اسمك قاعد بتتوصل سلامات وذا. أيه. ورا ما صبرت أنا قاعد أقول اسمك أحبك. الله يطول عمرك. وش رأيك أنت في الله؟ هل هذا أسلوب جميل؟ لا هو الحقيقة أسلوب مو جميل مو جميل ولكن من شوقي. ولا أبو زميل. الحقيقة أسلوب لكن من شوقي من برنامج وشوقي لك. استعجلت هذا الشيء. والله اللي مسميك الحصيني ما عز الله انه اي والله ما بسم الله عليه يقلبها وهو عجل ما اخطا من شده فرحه. لا ما وش فرح بسم الله عليه. طيب انا الحقيقه في اشياء يعني احنا كنا ناويين